بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيد الأمين العام رضي الموسوي، الإخوة والأخوات أعضاء وضيوف المؤتمر، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن أتقدم لكم بالشكر العميق والتقدير لدعوتكم للمشاركة في مؤتمركم، وهو ما يدل على تقدير تنظيمكم العريق المناسب للطبقة العاملة وممثلها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. سوف أستعرض في هذه الكلمة بعض المحاور النقابية والعمالية. أولاً، التواصل مع مختلف الأطراف. كان اتحادنا ولا زال داعية حوار على كل الأصعدة ومع مختلف الجهات الرسمية والشعبية لمناقشة مختلف القضايا والملفات، وعلى رأسها ملف المفصولين، مؤكدين على مواصلة العمل مع أطراف الإنتاج عبر التعاون والحوار. ذلك أن إيماننا بالحوار ليس محطة عابرة في رؤيتنا، بل مسألة استراتيجية لن نحيد عنها. على أننا نؤكد أن الحوار المتوازن بين الأطراف هو السبيل لحوار اجتماعي حقيقي على قاعدة الديمقراطية والحرية والاستقلال. وهذه المبادئ التي يستند عليها اتحادنا موحداً تحت راية الوطن والمبادئ النقابية والعمالية، فمهما اختلفنا وتباعدت آراؤنا ومشاربنا، فالذي لا شك فيه إننا نتفق على أن البحرين تستحق أن يبذل ويضحي لها الجميع. تستحق بحريننا الغالية الإصلاح والرفاه والسلم والإيمان والديمقراطية الحقيقية والحرية والتقدم والازدهار. تستحق الحوار الحقيقي الجاد المفضي إلى حلول لمجمل القضايا الأساسية. فنحن بحاجة لمزيد من الشفافية لتشخيص الوضع الاقتصادي الذي تراجع في الآونة الأخيرة وأصبح وقوداً لأزمات أخرى، منها الاقتصادية والاجتماعية وتراجع مستوى الخدمات، ولا مؤشرات لتحسن في المستقبل القريب ما لم تتحقق عملية مراجعة حقيقي للسياسات وتقييم شفاف للبرامج الاقتصادية وللوضع العام. لذا يجدد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أهمية الالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية في الحوار الاجتماعي الوطني وبالتمثيل الحقيقي للجانب العمالي والمتكافئ بين أطراف الإنتاج في المجالس الثلاثية، وأخص بها التأمين الاجتماعي. ثانياً، استمرارية الدفاع عن الطبقة العاملة. إن حقوق العمال أياً كانت أصولهم وانتماءاتهم هي محط اهتمام اتحادنا ولن نتنازل عنها، فهي أمانة في أعناقنا تسلمناها من أجيال وأجيال سبقتنا في وضع القواعد الراسخة لحركة نقابية حرة موحدة مستقلة. وسنواصل على هذا الطريق مهما كانت الصعوبات ومهما زادت المعوقات، مؤمنين بأن مستقبل واعد في انتظارنا جميعا، حيث تصل بحريننا إلى تبوء المواقع المتقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي. ثالثا، المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. انعقد المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مارس 2016 تحت عنوان نحو حوار اقتصادي وعقد اجتماعي، ليعبر عن الدور المحوري للحوار بين شركاء الوطن وضرورة الوحدة في النهج لتحقيق النمو الاقتصادي. تشكلت الأمانة العامة للاتحاد الأمانة الحالية
على قاعدة الوحدة الوطنية مرتكزين على مبادئ الاتحاد العام الديمقراطي مع ضمان الحرية والاستقلال، لنواصل المطالبة بالتطبيق الكامل للاتفاق الثلاثي الموقع في مارس 2014 بين أطراف الإنتاج ممثلة بالحكومة وغرفة التجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبرعاية منظمة العمل الدولية. هذا الاتفاق لا يقتصر فقط على عودة العمال المفصولين، بل التعويض الشامل عن فترة الفصل وضمان الالتزام بآليات العمل المبرمة في المنشآت لضمان عملية تفاوض سليمة للنقابات. رابعاً، التمييز في الاستخدام والمهنة. إن الالتزام ببنود الاتفاقية الدولية 111 والتي صدقت عليها البحرين عام 2000، والمعني بالتمييز في الاستخدام والمهنة والتي تحظر كافة أنواع التمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين، تعتبر ضمانة لحرية الرأي والانتماء، ويكون المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا معيار غير الكفاءة والاستحقاق للتوظيف والترقي. خامساً، عضوية الموظفين في القطاع العام. حان الوقت لمراجعة التعميم رقم 1 لعام 2003 الصادر من ديوان الخدمة المدنية، والذي يمنع الموظفين في القطاع العام من تشكيل النقابات العمالية، مما يميز بين الموظفين في القطاع العام والخاص، ويتعارض الاتفاقية 111 المعنية بالتمييز، كما أن هذا التعميم لا يتسق ومرسوم 33 لسنة 2002 المعني بالعمل النقابي في البحرين وحق العضوية النقابية. ختاماً، نحن واثقون من تحقيق طموحات العمال في البحرين مهما كانت التحديات، وهدفنا واضح في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، متمثلاً في عنوان المؤتمر العام الثالث نحو حوار اقتصادي وعقد اجتماعي، ليكون إعادة العمل ببرنامج العمل اللائق المعتمد من قبل أطراف الإنتاج وبإشراف منظمة العمل الدولية والموقع في مارس 2010 هو إحدى الآليات لتحقيق هذا الهدف، المتمثل في الأجر العادل والوظيفة المناسبة وبيئة العمل السليمة ونمو اقتصادي مستدام وتشريع مبني على حوار اجتماعي اقتصادي حقيقي ومتوازن بين أطراف الإنتاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.